والشعر في حيث النفوس تذه، لا في الجديد ولا القديم العادي، إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الطاب. في تظاهرة عظيمة تجمع محبين الشعر ولغة الضاد، اليوم مهرجان الشعر العربي بنسخته الثالثة في مدينة اسطنبول، بشارك بالمهرجان أكثر من 70 من الشعراء والنقاد والمفكرين من جميع الوطن العربي. خليكم معنا لنشوف المهرجان. السلام عليكم شعراء وأدباء، مفكرين وناقدين، فنانين وإعلاميين. السلام على الجمهور الكريم وعلى كل من جاء انتصاراً للأدب واحتفاءً باللغة العربية الجميلة. لم ألق في هذا الوجود سعادة كمحبة الإنسان للإنسان. لما سكرت بخمرها القدسي لم أحتج إلى تلك التي في الحال. أدرك كم على الطغاة أن يعمل ليفرقوا بين أصحاب الكلمة الحية. حيا الله أستاذ. حياكم الله. أهلا وسهلا فيك. لو تعرفنا عن حضرتك وتعطينا نبذة عن البرنامج، برنامج المهرجان بشكل عام. أنا خالد المحبي، نائب رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان الشعر العربي اسطنبول 2021، رئيس فرق المجال. مهرجان الشعر العربي مهرجان يقام في كل سنة، أخرتنا عنه السنة الماضية بسبب ظروف الكورونا كما تعلم. نحن كجمعية دولية للشعراء العرب نعتبر هذا المهرجان شامل على قد اسطنبول. لماذا؟ للتنوع الشعري الحاصل خلال أيام المهرجان. ضيوفنا طبعا من كثير من البلدان العربية، من المغرب العربي، من موريتانيا، من الخليج العربي، من لبنان، من سوريا، من العراق، من مصر. هناك تنوع شعري والحمد لله رب العالمين. أطلقنا على هذه الدورة اسم دورة المرحوم الدكتور عبد المولى البغدادي، الشاعر عبد المولى البغدادي. شارك معنا في موسم 2019 وتوفاه الله رحمه الله عليه. فنحن وفاء له وتقديرا وتكريما لمقامه، فهو شاعر كبير بالتأكيد، أطلقنا على هذه الدورة اسم دورة الشاعر الليبي الدكتور عبد المولى البغدادي. جميل جدا. أستاذ لو تعطينا بس جدول البرنامج. الحقيقة جدولنا متنوع، فقراتنا كثيرة تتنوع ما بين الشعر والمحاضرات الأدبية. أطلقنا عليها اسم محاضرات من الأدب العالي. جميل جدا. أو محاضرات الأدب العالي. تتنوع هذه المحاضرات أيضا إلى محاضرات في النقد في أدب الطفل، محاضرات أيضا في الرواية. هناك أسماء طبعا روائية حاضرة. طبعا مستمر هو ل 29 نوفمبر، حتى 29 نوفمبر الجاري على مدى 4 أيام إلى هذا اليوم إن شاء الله. جميل جدا. تنطلق فعالياتنا كل يوم اعتبارا من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 8 مساء. الله يسعدك أستاذ خالد. احنا حابين نسمع شغلة من شعرك الجميل الرائع. الله يسعدك يا خالد. نسمع يعني صغير على المنفى، كبير على العاصمة، شرائي بلا ريحي وفلكي بلا بحري، جوازي عدو للمطارات، واقف على الجور كالحسرات في هامش العمر، تباغتني من حيث أدري مواجهي، فتسرقني الأشعار من حيث لا. الله يسعدك يا رب. شكرا جزيلا. إن شاء الله هيك ربنا يجمعنا كلنا في كل واحد في وطنه وبلاده. الله يخليك. شكرا جزيلا. حدار كمائن على الجمر يمشي لا على ظهر لاحبي، على أن لي في السبط رب العجائب. في نهاية جولتنا، المهرجان يقام في كلية الإلهيات في جامعة مرمرة في القسم الآسيوي من مدينة اسطنبول من تاريخ 26 ل 29 نوفمبر. بنصحكم تزوروه وتشوفوا كل شيء فيه، وما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتتابعونا لتشوفوا كل المهرجانات والفعاليات الموجودة في اسطنبول.